نعم، هو يستطيع أن نقول بأن الهدوء الحاصل الآن في محاور القتال في سرت ما هي إلا بعض التفاهمات اللي تقوم بها بعض الأطراف الدولية لمنع نشوب أي صراع بين أي من القوتين. أعتقد بأن النظام التركي كان يبحث عن تفاهمات بينه وبين الجانب الروسي حتى لا تتم المواجهة بينهم في سرت، وأعتقد بأن الجانب الأمريكي أيضا غير راغب في اشتداد المعارك في سرت، لا سيما وان الانتخابات الرئاسيه الامريكيه على الابواب، وهم يسعون الى نوع من الاستقرار في الشرق الاوسط، وامور قد لا تثير او تعكر صفو الانتخابات. ولكن الواقع يقول بان الاتراك يقومون بتحشيدات كبيره جدا داخل محاور سرت، هم لم يكتفوا بالمرتزقه من سوريا، هم الان يسعون الى جلب مرتزقه من الصومال، العتاد العسكري يوميا الطيران الشحن التركي ينقل عتاد وينقل مرتزقة. هو الآن أعتقد بأن لم يأتي الضوء الأخضر لتركيا بأن تشن هجومها، ولكن أعتقد حسب كل المعطيات الموجودة على الأرض أن معركة سرت ستكون معركة فاصلة. القوات المسلحة أيضا بدورها هي تستعد لصد أي هجوم، وقد نتفاجأ في الأيام القادمة أن القوات المسلحة ستكون هي المبادرة في الهجوم لردع هذا الطغيان أو ردع العدوان التركي عن شرق أو غرب سرت، أو حتى دحرة إلى مواقع ما كانت تمركزات الجيش في مصر. طيب، هذا دعم النظام التركي العلني هذا لحكومة الوفاق ومدها بالسلاح والمرتزقة، ألا يشكل ذلك دافعا للمجتمع الدولي لمحاسبته لخرق مقررات مؤتمر برلين؟ نعم، هو الجانب التركي لم يخرق أو لم يخترق المعاهدات الخاصة بمنع التسليح لليبيا، أو حتى قرار مجلس الأمن الذي نص على عدم تسليح أي من الطرفين أو حظر التسليح. تركيا خالفت هذه الأمور منذ بداية الحرب على الإرهاب في ليبيا، يعني نحن نتكلم عن سنتين سابقتين، وتركيا تزود الأطراف الإرهابية في ليبيا بالمتفجرات، لا سيما الباخرة اللي تم قبض عليها في اليونان، أعتقد باخرتين، وباخرة اللي تم استيقافها من قبل السواحل، اللي أعتقد حتى السلاح البحري الألماني. هناك شواهد كثيرة تقول بأن تركيا لم تعير هي تحدث المجتمع الدولي فيما يخص إرسال الأسلحة، هي غير يعني راضخة لأي قانون، لأن بصراحة مجلس الأمن لم يشير حتى بالاتهام مباشرة إلى تركيا بأنها خرقت اتفاق وقف تسليح أي من الطرفين. أيضا أردوغان كان موجود في اتفاق برلين وخالف صراحة هذا البنود اللي تم الاتفاق عليها في برلين، عدم تسليح الأطراف أو دعوة إلى تهدئة عامة. أعتقد بأن تركيا تحدث الجميع في هذا الجانب، لا يمكن أن نقول أن تركيا تخشى أحد في هذا الجانب. نعم. طيب، ما المتوقع من الجامعة العربية على ضوء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن النظام التركي وقطر يرسلان مرتزقة صوماليين لتأجيج الصراع في ليبيا؟ نعم، دور الجامعة العربية قد يكون لوجستي أكثر من أن يكون فعلي، هناك لها دور على الأرض. الكل يعلم ضعف جامعة الدول العربية منذ سنوات، يعني منذ يعني القرن السابق، هي لم تعطي شيء الجامعة العربية غير التنديد والاستنكار. ولكن لدى جامعة الدول العربية الآن، إذا كانت تريد فعلا أن تثبت دورها ويكون لها دور إقليمي حقيقي، أن تفعل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وأن يكون لها دور فعلي فيما يعني على غرار الدور اللي قامت به جمهورية مصر العربية، الدور الإماراتي، الدور السعودي. يعني هناك أمور كثيرة تستطيع جامعة الدول العربية، وأهمها تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. شكرا لك على هذه الإيضاحات وعلى هذه المشاركة، المحلل السياسي أحمد المهدوي، كنت معنا من بنغازي.